تنضم إلينا الآن مراسلتنا من العاصمة العراقية بغداد هبة التميمي. هبة، كيف ينظر إلى طريقة التعامل بين العراق والأردن في هذه المرحلة، سواء كان ضمن التعاون الثنائي بينهما أو ضمن الآلية الثلاثية التي تجمع مصر إلى جانب الأردن والعراق؟ نعم يا أحمد، تحية طيبة. طبعا اليوم استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نظيره الأردني السيد أحمد صفدي والوفد المرافق له في مبنى طبعا المجلس النواب، حيث عقدت هنالك مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية وحتى البرلمانية والتعامل والتنسيق المشترك بين البرلمانيين الاثنين. ورحب أيضا سيادته بالوفد الزائر وقال أنه هنالك علاقة وطيدة وعمق هذه العلاقة الأخوية بين البلدين وأهمية تمتين الأواصر التعاون والمضي يعني بخطى عملية وتنعكس على الواقع الشعبين الشقيقين. وأكد أيضا مجلس النواب وخصوصا محمد الحلبوسي على أهمية العمل على مستوى البرلماني لتوحيد الرؤى وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين واستمرار التعاون يعني التعاون على مستوى البرلماني والعربي والآسيوي وحتى الإسلامي والاتحاد البرلمان الدولي لتبني هذه القضية المشتركة، وأيضا مشيرا إلى أهمية أولوية القضية الفلسطينية والموقف الداعم طبعا لها من قبل العراق والأردن. وأيضا أضاف سيادته إلى مجلس النواب يدعم المخرجات القمة. هبة، واحدة من بين القضايا المهمة بين بغداد وعمان هي قضية التبادل التجاري بين الدولتين وتيسير الحركة المتبادلة عند المعبر الحدودي الذي يجمع بين الأردن والعراق. هل نظر إلى هذه النقطة؟ هل نظر أصلا إلى مسألة التبادل التجاري باعتبارها ركيزة مهمة بين الدولتين؟ أكيد، يعني مثل ما قلت أحمد أنه التجاري وخصوصا الحدود القمرقية والتجارة وحتى الملف الطاقة وأهمية إنجاز هذا الربط الكهربائي ومد الأنبوب النفط إلى ميناء العقبة لزيارة الإيرادات الوطنية وتعدد المنافذ التصدير هنالك، حيث أيضا تمنى رئيس مجلس النواب العراقي أنه دعم المملكة وجلالة الملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة هذه التحديات وتوطيد مثل ما قلت الروابط العمل الثنائي والتعاون مع المجالات كافة. حتى يعني عبر يعني رئيس مجلس النواب الأردني اليوم اهتزازهم بهذا العمل وأعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد التعاون والشراكة الذي انعقد قبل يعني شهر يعني ونحو تقديم كل الإمكانيات لدعم أمن واستقرار هذه المنطقة وخصوصا العراق، ويعني مؤكدا أيضا أهمية تدعيم الخطوات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق ومثل ما قلت المشاريع الاقتصادية المهمة التي تم الاتفاق عليها. فأن هذه الزيارة تهدف إلى يعني البناء على مثل ما قلت المخرجات المؤتمر البغداد للتعاون والشراكة بمشاركة إقليمية ودولية الذي خلص إلى تأكيد على أمن واستقرار العراق بشكل ركيزة وأساسي في أمن واستقرار المنطقة. وأكد أيضا أصدفي على ضرورية عمل البرلمان من تنسيق هذه الأعمال والربط الكهربائي وملف الطاقة والنهوض بالأدوار التشريعية في مساندة جهود التعاون نحو تدعيم كل إشكال التعاون المشترك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي. نعم. يا أحمد. نعم. هبة التميمي، هذه رواية بغداد، أشكرك حتى الساعة هبة التميمي، لكنك بالطبع ستبقين معنا هبة التميمي مراسلتنا.